وقع انفجار قوي في مخبز بوسط باريس صباح السبت، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وتحطم زجاج واجهات محلات محيطة إثر تسرب محتمل للغاز، كما أعلنت الشرطة والصحفيون من وكالة فرانس بريس في المكان. واندلع حريق بعد الانفجار الذي وقع حوالي الساعة 8 بتوقيت غرينتش في الدائرة 9 في العاصمة الفرنسية، وهي منطقة سكنية وتجارية. وشهد مراسل فرانس بريس عناصر الإطفاء يخرجون شخصا على الأقل على حمالة من المبنى، وهرع عناصر الإطفاء لإخماد الحريق وإجلاء عدد من سكان المبنى مستخدمين السلالم، فيما عالجت فرق الإسعاف عددا من المصابين في مكان الحادث.